ده قتلهم. صباح. ده قتلهم. لا دخلت عندهم. هلا يا جايز، ماينكرافت الجزء الثاني مع صبا. واو كثير متحمسة لأنه كثير حبيت اللعبة بصراحة. كل التعليقات كانت بدها جزء ثاني فما قدرنا نقاوم الموضوع هذا. طيب صبا، نعم هسا اللعبة حتصير أصعب. هلا أنا شو عملت؟ أنت ما عم تلعبي، جيت دخلت لحالي وزبطت شوي بالخريطة تبعتنا. أنا شايفة حطيت حجر هون عشان إذا طلع وحش إشي تهرب منه بسهولة. أوكي تعالي هون، طلع هاي البلوك بتاعتك تكسريه، شايفة؟ أوكي. لا ما توقع عنده. اطلعي الدرج، هاي في درج. وين الدرج؟ اطلعي الباب، افتحي. كيف افتح الباب؟ كيو. ليه فتحت البوكس؟ شو دخل؟ صباح. بالغلط نسيت. اوكي هي تعالي. وينك ما تنزل تحت، اطلعي هون وكسري البوك اللي بتكسري الاشياء وبتحطي شغلات على شمالك. طلع في علبه على شمالك. حبيت. ايوه ممتاز. اوكي طبعا صراحه حابه اباركك، تعال شوفي بالله. تذكر اليقطين اللي زرعتيها الجيم الماضي؟ كبرت. طلعي كبرت محلاها. كسريها هلا، كسريها. هاي يقطينتك، ياي. تحطها في البوكس. ايوه طلع. هلا حيضل يكبر يقطين هون. طلع حيضل يطلع يقطين. حيضل يطلع يقطين. نايس. يلا انا اروح اعمل العملي اللي كنت اعمله من قبل، اكسر. لا هسه بدي اعطيكي شغلات، بدي اعطيكي تولز عشان تصير تكسري بسهوله. راح اعطيكي اكثر من تول. طيب ركزي معي. مركزه والله. لا اسف. ما تركزي لهي الدرجه. طيب اسمعي، راح اعطيكي شغلتين تمام. طلعي صبا، هاي حجر وهاي خشب تمام. الخشب بكل انواعه بتكسريه بكسره الخشب اللي هي طلعي. اوكي كيف احطها؟ وين اكبس؟ اكبسي ايه؟ حطيها بالصف التحت. اوكي وحركة عجل الموز لحد ما تصير عليها. ايه طيب هيها حطيها في الخط اللي تحت، بس امسكيها وحطيها في الخط اللي تحت. اي خط؟ ايوه اكبسي على الخشب. لا اكبسي كبس ايوه. طلع كيف كسرتي بسرعة؟ ما اسرع. طب ثانية، طلعي كسرت الخشب على الحجار ما بزبط. فشو بتعملي في كسرت حجار؟ اعطيتك اياها، حط على كسرت الحجار، جربي اكسر الحجر. لا حط على كسرت الحجار. كيف انقل بينهم؟ حاس حالي بعلم انسان بدائي. كيف انقل بينهم يا بطيخة؟ الحركة العجل اللي على الماوس. ايوه طلعي. نايس. يلا انطلقي، اذهبي. سلام. اهم شيء ضلك حطي اغراضك في هذا البوكس اللي على شمالك. اوكي هاي ايش؟ حجاره، هاي كسرت حجاره. يس هلا راح انقل على الستون. ايوه كفو. لا 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 لا. لا اطلع 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 بس اطلع 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 بس اطلع اطلع بس. ما هي ليش انا عامل السيستم هذا كله؟ عشان ما يخلق الوحش. خليك هسه بقتله انا. انا بدي اقتله. يلا اطلي. بقدر اترف الكسارة؟ تقدر يا ولا يا زي. قتلته. صبا اهدي. اهديت ايش؟ اجانا بوكس، طلعنا بوكس في شغلات. ليه انت لازم، ليه انا اضلني احفر وانت تاخذ شغلاتي؟ طيب خلص ماشي، المره الجايه بتاخذيهم من عيوني. ماشي هاي قله ادب وقاحه، ما بصير زي هيك. تعبي انا بروح الفاضي. خلص اسف، من عيوني، المره الجايه بتاخذيهم. ماشي ايوه كفو، كملي. ايوه اهربي. متت. ما انت ليه ما تركتيهم؟ خلاص تركتيهم. خلص هيني رجعت. تعالي اعطيك اغراضك. تعالي صبا تعالي هون. دقتلهم. لا دخلت عندهم. اوكي ايوه خلاص خليكي. تعالي اعطيك اغراضك، خدي. اسمع اعطيني. طب سكينة. طيب خذ، تعالي صبا اعطيني السكينة، خليني اقتلهم. هذا سيف كثير قوي، انا الي هذا بس اعطيك اياه الي تمام. اوكي سيف حديد هذا كثير غالي. يسعد دين التضحية. موتوا يا حيوانين.
مطرت يا سما مطرت. تعرف شو بصير لما تمطر؟ يا الله ايه. تعرف شو بصير؟ ايش ولا شيء. طبعا الغنم يا جماعه بطلع كميه صوف مش طبيعيه. طلع قديش طبيعي صوف. دي بقى اطلع 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 بسرعه بسرعه. مش قتلوني. عادي هتخلي خليك عادي هسه بخلص عليهم. انا لا 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 دير بالك دير بالك دير بالك. اهرب 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 يا حبيبي. صبا صبا. لا 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 ليه بالحواني تعالي تعالي تعالي. كمية الشجاعة صبا مش طبيعي. قلبي صار يوجعني. هاي حبايبي حيواناتي ايش يما كيف حالكم؟ يا لبي وحلام خد ولا ياي ايش بتقص شعرهم؟ بحرق لهم. ايش بتعمل قل لي؟ عم بكسر خشب اللي كبرناه. عم باخذ منه خشب. عم باخذ من الشجر من الشجر خشب. عم باخذ خشب من الشجر. صب حبي. تعرف شو اجهز سوا وقت شو؟ شو؟ انه نبني بيت. ياي يا جماعة احنا رح نبني بيت باللعبة ولسه ما عملنا بيت لان عشان لسه بالحقيقة بنحاول نتخيل بيتنا. انا هيني بساعدك حبي. كفو عليكي. تعاوني قوة في الضعف. يس. طبعا للأسف يا صباح اضطر اعمل شغلة هسا. يقطيتك حتموت للأسف. لا يلعن انت موت يا قطيتي. لا اهدي 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 بس عشان لازم احرك المي. اوكي. طيب شوف طلع يا صبا. اشوف صبا. ياي زرعني. في وحش. سكر الباب. لا صبا ليك سكر الباب. ليه ما بتردي علي؟ والله العظيم سكرت ما سكر. أغراضك وقعوا في الأرض تحت الأرض. لا مرة جاية لما شوف هذا الوحش ابعد عنه على طول. عم بعمل إشي غبي هون مش عارف شو عم بعمل. شيلي هذا كله. يا الله استنى. لا أسفة. أنت ليه تطلع لي بوجهي؟ لا وين الرجل. صبا إيش بتعملي؟ عم بشيلهم مالك. الله اكبر عذاب يا احمد. ايش عذاب؟ الله يسامحك. تعال صباح. ما تحكي معي ما بدي اعطيك اغراضك خلاص حره انت. لا طب استنى لا بدي اجي اصبر. طلع لي يا جماعه معرق والله قاعد بلعب انا معرق. طبعا اصدقائي عندنا صار قمح. فالقمح هذا ممكن نزوج فيه الخواريف ونزوج خروفين ببعض و بامبكن سيدز نزوج فيه جاجتين نطلع بجاجة صغيرة. شكرا كثير. ثانك يو صبا. في صار عندنا خروف صغير. استنى اشوفه. صار عندنا خروف. ياي طلعي على اليمين. وينه؟ يا حبيب ولا بابا انت بابا صغير. انت بابا صغير. لا لا قتلت الدجاجة. لا والله بالغلط قتلت لي خروف. يا ربي خلوفة صغيرة. ولا قديش حلو صح؟ صار كتير كيوت. يلعن شكلك. ليش قتلته؟ ليه قتلته؟ عشان علمك انه الحياة مش كل شيء بيضل. في عداد ابعدي بسرعة ابعدي قبل العداد يخلص. بسرعة بسرعة بسرعة. احمد ايش يعني هاد؟ ولا شي بمزح بخوت عليك. ما استخدمك وراك من امشي. لا هي صبا والله صبا ما تحكيش معي. صبا اسكت. بقتلك ها؟ بقتلك. اوكي بقتلك. ها ما هو انتي افهمي. لا خلص انه انا بعرف العب احسن منك. صبا اقسم بالله بخلص عليك في اللعبه برميك. استنى احط اغراضي اول بعدين بنتطاوش. اصبر. وينك؟ تعال اعطيك اغراضك.
صباح عليك اغراضي خذيهم. متت اصلا مو متت حالي انتحرت. ليه ليه ليه؟ عشان تعبت من العيشه معك. طب اسمعي، حابب كل واحد يعمل بيت ولا نعمل بيت بيت مع بعض؟ بس انا بدي اختار العفش. عفش كثير هذا طموحك عالي. طب وين نعمله؟ بحس هون على مش جنب الحيوانات، بحس هون هون على قدام هون. شو رايك؟ وينك هون هون صباح؟ هون هون قدام. طب انا بدي اعمل هاي الشغلات والله بعرف. بتموتي اوعك تلمسين اوعك بموت. طب اسمعي شو طلع؟ عناكب. لا هذول مش عناكب صراحة، هذول كلاب. لا يا اسمعي اسمعي، لو عندك لحم بتقدر تطعميهم بصيروا يحبوكي. يا حرام استنى والله تقربش عليهم هذول إلي. طب بدك تطعمي؟ طب لازم تربي لك واحد. هي معي، لقيت لحمة في المخزن تبعي، استنى اطعميهم. يلا طعميه. يلا أبي خد لحمة يما، خد لحمة. طعميه ضل، مش لازم تعمل أصوات. طب اسمع رح أقتل واحد. لا 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 بيعصبوا كلهم صباح. لا أسفة أسفة حبايبي أسفة، لا يا عمري لا خلص خلص خلص. كيف تحولتي من هذا الكيوت بعدين؟ أوكي رح أقتل واحد. ليه؟ ما هو عشان أربي واحد بس. بدهم عظم مو لحمة. يا حلام. لا يي كفو وحش. يا كلاب جبت لكم لحمة. ليه يا تروني؟ طب انا جبت لهم لحمة. ضربتيهم باللحمة صباح، ضربتيهم باللحمة انت صباح. تعالي اشوف ما احلى البيت. عجبك؟ صار عندنا بيت حقيقي. كتير حلو، عقبال بيتنا الحقيقي في الحياة الحقيقية يا رب. الحقيقي ان شاء الله. خلص هيني انا طلعت الكلاب برا، خليني اشتغل براحتي. بلهوك على شغل؟ صراحة يعني عن جد الموضوع صار كتير annoying. annoying؟ انه او ماي جاد مأزغك تستفزني. والله بيتنا حلو ترى. هيني جاي اعدل عليه، اصبر بس اعمل لي مطبخ كبير. اعمل لي مطبخ. مين؟ مطبخ مين؟ مطبخ ايش؟ اي مطبخ؟ ما بدك تعمل لي مطبخ؟ فيش مطبخ. ولا لا يعملنا بيت احنا ان شاء الله. بس المطبخ هو الهدف الوحيد من البيت. عشان اضل اطبخ واكل. اكلوا الكلاب يا احمد، اكلوا الكلاب. ايش صار؟ ايوه هدول صبا، هدول طلعوا عظم كويس، هدول عظم. اوه ماي جاد، انسي الكلاب عم يهاجموا على الوحوش. لا 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 ما بدي الكلاب يموتوا. خليه بسمع، خلص فخار يكسر بعضه. الا الكلاب يا اولاد، الا الكلاب. هديلي حالك. ايش في صباح؟ تعالي تعالي اعطيك هديه كثير قيمه. تعالي ليه يقتل الكلب؟ يلا بدي اياه. تعالي بس صباح. طب ركزي. ايه طلع، وين الكلب؟ في كلب هون، هاي كلب. انا الكلب. تعالي تعال كل هو تعالي. لا صبا اهدي صبا صبا. ردي على اهلي. حاعطيك هسه شغله، طعميها للكلب. اوكي 1 2 3 4 5 طعمي العظم للكلب. تعال يا امه. دقي حطي العظم. طعمتي العظم؟ هيدا اعطيه. طلع صار عليه طوق. صار كلبك هسه، هاد صار إلك. ولا وحلا في كمان واحد باي ذا واي، في كمان كلب صباح. ما هو كله الشباب. تعالي يا صباح. طب تعالي افرجيك الكلب تبعي. الله مش طبيعي البيت. صباح ركزي معي. وينك؟ صباح بدور عليك. يا صباح خلاص يا صباح. تعالي اكبسي عليه رايت كليك بقعد. لا مش هيك يا احمد. شو قلت لي؟ صباح بيهجم علي. خليه يقعد، هريك بس رايت كليك مش ليفت كليك. رايت كليك خلص. هي قاعد. ايوه هسه قاعد. الله اكبر. طلع هسه خليه يقعد وتخليه يتحرك، بدافع عنك صار ما بخلي وحوش تغرب عليك. واذا قتلوه؟
قلت له خلص مع السلامة يعني شو بدنا نعمل له. طلع شفت بيتنا صباح خلصته. ما أحلام هاي يما حبيبي انت. شو سميتيه؟ بدي أسميه سنو. واو هاي سنو يما. يلعن أبوك محلك ولا انت كدباي؟ انت كدباي 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 ولا؟ طب اسمع خلي هداك الكلب كلبك. ما بدي سامحك دنيا وآخرة. ايش بتعملي؟ عم بكسر. أحا 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 ايش أحا ايش 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 يعني؟ هدول الليل تعون العظم تعون العظم أحمد تعون العظم تعون العظم. اهدي 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 اديلي حالك اديلي حالك. انت اهم شي الكلب تبعك ما يموت. وينه؟ لا مات؟ ما بعرف. لا دخل دخل يقاتلهم لحاله. لا ما بدي. بالله عليك قلت لهم يا احمد مات يا مات أحمد. لا مات صبا مات كلبك. احكي والله صبا كلبك مات. الله يلعن ابوكم. ماشي الله يلعن. لا هيا هيا كلبي ما مات. لا لا هيا وراي. طب اسمعي طعميه طعميه عشان روحه بتكون نقصت. اسمعي معي عظم اعطيه. اعطيني انا بطعمي انا طعمي. طب طعمي طعمي طفو عليك. اعطيني يا طعمه الكلب هذا الكلب الثاني ما في منه فايده. عن جد ان الكلاب اوفياء عكس بعض البشر يا جماعه. مقصود هاشتاق مقصوده. اذا كانت على مقاسك البسها. طلع وحش اشهد. لا وحش وحش وحش. هو في دب قطبي شفتيه؟ اه ياي بدي ربي الدب القطبي. طب انت بس حاول ما تقتله بالله. عم بتخانقوا مع بعض. صبا في عنا دب قطبي لازم نتصرف هذا الموضوع. كيف ناخده؟ كيف بدك تطلعه جد كتير بضحك. ما عليك هسه بتفاهم معاه. اوكي يا اخوي تعال. ولا ولا خلص انا قاعد كثير بتغلب انا بدفش الدب بس كله للخير ان شاء الله. كثير ناقص صح؟ اسكتي لا تحكي عن هيك عن ايش بدك تسميه؟ طيب ايش بدك تسميه؟ القلب حبيبنا عبسي ان شاء الله هيك اسمه. انت عبسي؟ عبسي؟ زي اسم بستي زي اسم بستي. اوكي واضح انه انت ما عندك كرياتيفيتي. طبعا مثل سمكة هناك ان شاء الله ياكلها. شوي صغير المكان فراح اكبر له اياه. يعني هذا اكثر شيء ممكن نعمله حاليا اخونا عبسي. انا حبيت عبسي لانه بتحسه حساس ما بتحسه زي اي دب ثاني فاهم كيف؟ احمد صبا في كمان دبابة تعال بسرعه 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 بسرعه. عائلة عبسي هدول. طيب يا صبا هسه بنقذهم. اوه شو هاد؟ طالع معه في وحوش؟ في وحوش في وحوش. الوحوش عم بيقتلوا خطيبتك. لا الوحوش عم بيقتلوا الدب. هذا اخوه العبسي. والله كيف هسه بجيب له اياه. اوكي. شو نسميه هذا؟ سيف. لا صبا لا سيف هدي لي حالك. سيف سيف صبا لا 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 سيف اهدى. شو صبا يا الله اجبرتيني اقتل اخوه العبسي. يا الله شو احكي لعبسي هلا يا الله. هسه بدخل عنده اشوف لازم اواجهه بالموضوع. عبسي معلش حطها فيا. لا زعلان مني. خلص اقتله نطلع غيره. والله عم بلف وجهه بس يعرف ان انا والله صار بالغلط. والله ماشي صبا خسرت واحد من اعز الناس على قلبي انا. والله وانا اجر طاوله. اهدي 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 في حفله وحوش. ايش هاد احمد ايش هاد؟ اوه ماي جاد ايش هاد اللي صار؟ لا تخافي صبا لا تخافي. مش خايفه مو خايفه. لا تخافي مش خايفه. لا 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 صبا لا لا
بابا عم بلحق فيها احمد. لا تموتي. ما حموت ما حموت. متت. انا رح اضلني جوا بالبيت حب. انت انقذني. في زياده طلعوا. ولك لا بدك سكاكين. الله يلعن شكلك يا احمد. سكاكيني. شو سكاكين؟ شو سكاكين؟ هاي الكلب بيساعدني اقعد. اوكي انا كل حد. الحمد لله. يقبلني ولك انت يقبلني. ولك شو هاد؟ ولك شو هالصراع التافه؟ قتلته بكل سهوله. صار بموت. عم موت كلبك. عم موت. لا لا احمد بسرعه. قتلته. خلص القط كلبك. القط كلبك. وينه حبيبي؟ يما تعال يما تعال تعال. طلع كيف راسه صار كله اسهم وصبا بالسائل عن الكلب. عبسي يعطيك العافيه اخوي. زلك زعلان؟ يا الله عبسي يا الله شو انك حساس. بس على فكره الكلب قتل اثنين باي ذا قدامي. ما هو لعيب الكلب قوي عشان تعرف. بس انا قتلت لحالي اربعه وما حد حكي معي. الكلب قتل اثنين صار اعظم انسان بالحياه. ما هو هو مش انسان لانه هو حيوان. انا في لعبه في منافسه مع كلب يا جماعه. لهلا ما طلع لنا سطل المي. بلا عندي مليان ثلج. صبا 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 ثلج ثلج. اوب 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 استني عملنا ولا تروح اتفقد كلبي. لا 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 لا. ايش صار ايش صار؟ كلبي مات. تحديات ردة فعلي 10 بات ترند اول. لا بقى لحنا. كيف كيف قلتي؟ كنت بدي اقطع مين رحت كبست رايت كليك بالغلط. يا الله يا حرام كثير حزنت. والله جد زعلت. طب ليه ليه تضلك كل ما تيجي طعميت تفقعي بالخشبة على راسه؟ يلا بالغلط بالغلط. دوبي انا دوبي زفت. كيف ادوب ابو الثلج؟ اها عم بحكولي بس حط اي بلوك. والله صباح حاسس حالي غبي. صار لك بتلعب اللعبه مليون سنه. طلع بقول له بس حط اي بلوك تحت الثلج واكسرها. والله ما صار شيء. جماعه اكتبوا في تعليق كيف الواحد بذوب الثلج ان شاء الله. لانه هون عندنا مي بركه طلع واحده بس واحده. وبس بدي كمان واحده بعمل بركه لا متناهيه بسوي زراعه كافيه. بس بتمنى الفيديو عجبكم. باي باي.